مهرجان المسرح والمجتمع بسليانة في دورته الثانية. مشكور جدا صالح فارح مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة على تنظيم مثل هذا المهرجان المهم بالنسبة لي. المسرح باش نعاودوا نرجعوا الناس تدخل للمسرح مسألة هامة ومسألة مضنية. أما وأنك تفكر في إقامة مهرجان تهتم وتاخذ من أفضل العروض المسرحية التونسية واللي هي سوسيال أكثر منها معناها، وتحاول أنت معناها الساق تتعود وأنها تمشي لدار الثقافة وممكن تقطع تذكرة بأسوام رمزية والصغار يلقاو وين يعملوا تكوين، والشباب كذلك يعملوا تكوين في المسرح وفي الدانس. وكذلك فما ندوة فكرية معناها إقامة معناها محور هام جدا باش الناس حتى اللي يحب يتفلسف يتفلسف، عنده الوقت باش يتفلسف وعنده الوقت باش يعبر على طموحاته وعلى آراءه وأفكاره والنقد كذلك. إذا كان معناها على إثر كل عرض نلقاه فما نقاش معناها مهم جدا فيه الانتراكتيفيتي ما بين الفنانين وكذلك المتقبلين. شكرا جزيلا مهرجان المسرح والمجتمع مهرجان في دورته الثانية، شكرا لمركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة. أنا سعيد اليوم بإقامة عرض ما يراوش بلاك أوت عن العميان لموريس ميترلينك. المسرحية الحقة لاقية معناها استحسان من لدن الجمهور والنقاد والصحفيين معناها أينما تم عرضها. اليوم عرضها السادس، يبدو وأنه مسينا جزء هام من الجمهور وتفاعل معنا وقعد لآخر العرض، وإن شاء الله باش نشوفه في النقاش ونهتم بالليكو اللي أثاره العرض نتاعنا.